طيب نروح لمهرجان القلعة للموسيقى والغناء وختام هذا المهرجان اللي كان في الحقيقة مسك الختام. امبارح الموسيقار الكبير عمر خيرت اختتم فعاليات الدورة 30 من مهرجان القلعة للموسيقى والغناء واللي نظمته دار الأوبرا المصرية. قدم عمر خيرت على مسرح المحكة مجموعة من إبداعاته وأشهر مقطوعاته الموسيقية اللي تفاعل معها كالعادة الجمهور بشكل كبير. تعالوا نتابع هذا التفاعل. تظاهرة فنية راسخة ومتنوعة جاء الحفل الختامي لمهرجان القلعة للموسيقى والغناء في دورته 30 بين جدران محكى القلعة بكوكبة من إبداعات ساحر النغم الموسيقار عمر خيرت. أنا بحضر المهرجان ده من سنة 2002 من وأنا لسه في تانية إعدادي. المكان ده أحلى مكان في الدنيا، مكان مش مستغل، بنفتحه لمدة 15 يوم في السنة، ما ينفعش، لازم يبقى أكتر. بص الناس يعني الناس بتشتكي من، مش عايز أقول لك انحطاط الذوق العام وحفلات المهرجانات وي، طب ما هو الناس بيحبوا الحاجة الحلوة، الناس بيحبوا عمر خيرت، بيحبوا علي الحجار، طب نعمل لهم، نخلي المهرجان ده زيه 4 في السنة، 5 في السنة، تمام التمام. الحمد لله وشكر يا رب إن إحنا عندنا في مصر وبلدنا الأمن والأمان اللي موفر لينا إن إحنا نقدر نيجي ونشوف الحاجات الجميلة دي وبننشط الاثار والسياحه في بلدنا، والاثار ان احنا نيجي هنا. اولادي بصراحه لسه مخلصين ثانويه عامه، قالوا لي يا بابا في الحفله فيها عمر خيرت وفي حاجات كويسه جدا جدا في منطقه اثريه، فلازم نروح نشوف الحاجات الجميله دي. وزاره الثقافه ووزاره الاثار والسياحه بتوفر لنا ان احنا نزور اماكن اثريه زي دي، وبنحب نشكر طبعا دوله رئيس مجلس الوزراء ان هي بتدعم الفن وبتخلينا نشوفه في كل الاشكال وفي كل الصور، في تدعيم موجود في مكان اثري زي ده. طبعا الجو هنا يعني رائع، غير ان احنا الحفلات اللي هي ممكن تبقى غاليه في اماكن تانية هنا باسعار مناسبه كويسه ان احنا ممكن نقدر نيجي، الجو حلو بصراحة يعني. وكمان الفنان عمر خيرت بصراحة الواحد بيحبه جدا، يحب يحضر كل حفلاته يعني. مجموعة من الألوان الإبداعية الجادة قدمها مهرجان القلعة على مدار 42 لوحة غنائية موسيقية تتوافق مع خطط تحقيق العدالة الثقافية وجذب الجمهور بمختلف فئاته وبأسعار تذاكر مناسبة. المهرجان طبعا تحفة، وأنا تالت حفلة جيها. والله المكان جميل جدا والأسعار رمزية والناس بتجيله من كل مكان، ودليل على كده الدنيا زحمة جدا. حاجة جميلة جدا يعني ما شاء الله، وحاجة حلوة يعني، حاجة ممتعة وحاجة جميلة جدا، ومزار سياحي حلو جدا يخلي السياح يجوا مصر ويتشجعوا إن هم يجوا مصر. حاجة جميلة قوي إن احنا لقينا حاجة زي كده أصلا، فاهمني، المهرجان نفسه بالناس دي كلها الفنانين والحاجات دي حاجة حلوة قوي. يأتي مهرجان القلعة للموسيقى والغناء كأحد أهم المحافل التي تنظمها وزارة الثقافة بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار، ونجح منذ ميلاده عام 1990 في تحقيق شعبية ضخمة بسبب تنوع وثراء محتواه الفني. رامي محمد، التلفزيون المصري.